كلمة من 7 حروف تهز كيان العاشقين، الزمالك، الاسم الذي صنع تاريخاً للكرة المصرية والعربية والإفريقية، والنادي الذي استمر سباقاً في نيل الألقاب وحصد الكؤوس وعناق البطولات على مدار تاريخه. الزمالك كان أول فريق مصري وعربي يعانق لقب السوبر الإفريقي بعدما تلألأ نجمه في سماء جوهانسبرغ وعزف سيمفونية كروية ممتعة حصد على إثرها اللقب في عام 1994 على حساب غريمه التقليدي الأهلي. كما كان الزمالك هو صاحب أول فوز في تاريخ الدوري المصري بخماسية سكنت شباك المصري البورسعيدي في 12 من أكتوبر لعام 1948، وكان نجمه محمد أمين هو أول من سجل في تاريخ المسابقة بعد مرور دقيقة واحدة من عمر تلك المباراة، بالإضافة إلى أن هدافه سعد رستم استطاع خلالها من كتابة اسمه بحروف من ذهب وتسجيل أول هاتريك في تاريخ الدوري المصري. واستمر الفارس الأبيض في صولاته وجولاته وسبق الجميع في إحراز الألقاب والبطولات، وكان أول من عانق كأس مصر في أول مواسمه بعدما دك حصون الاتحاد السكندري بخماسية تاريخية في موسم 1921-1922 محققاً أول تتويج في تاريخ المسابقة. كذلك كان الزمالك هو أول فريق يحقق دوري منطقة القاهرة وأعلن بطلاً للمسابقة في أول مواسمها عام 1923. ومع حلول الألفية الثالثة استمر نجوم القلعة البيضاء في حمل راية السبق في الألقاب والتتويجات من الأجيال الذهبية السابقة، وكان الفريق الأبيض هو أول من يتذوق طعم التتويج بلقب السوبر المصري من بين جميع الأندية المحلية، وذلك بثنائية تاريخية في شباك غزل المحلة في عام 2001. كذلك كان أبناء ميت عقبة هم أول من يحافظون على اللقب بالتتويج بلقب النسخة الثانية في عام 2002 في مواجهة المقاولون العرب. عاش الزمالك، الاسم الذي عشقه الملايين في مصر والوطن العربي والقارة الإفريقية، والنادي الذي استمر قلعة للألقاب والتتويجات التي سبق الجميع في نيلها.